اسمك اسمك سليمان. شنو تقول لهم يسوون؟ سووا لايك وسبسكرايب وينشرون الرابط حق كل الناس ان شاء الله ونوصل 300,000 مشترك. اوكي يلا سمعوا الكلام يا الرابط. قول لهم هني بعد. قول لهم شنو تقول لهم؟ سووا لايك. شنو؟ سووا لايك وشير وسبسكرايب. ايوه سبسكرايب. نبي نوصل 300,000. قول لهم نبي نوصل 300,000. بس يا جماعه سمعوا الكلام والله خلاص لا تفشلونا بس. مساكم الله بالخير. فيديو ثاني قد كلها غلط كذي. مساكم الله بالخير. فيديو ثاني قد بلوش. وهالمرة هذه فيديو مقابلات الشارع لكن غيرنا المنطقة. كنا قاعد نصور بداية بمنطقتنا المنقف اللي أنا ساكن فيها. هالمرة هذه هنا منطقة فيصل اللي قاعد يصور الحين فيديو بالعقيلة. وإن شاء الله فيديوهات الجاية راح يجي مناطقكم. قولوا لي أي منطقة تبون أي وإن شاء الله فيديو الجاية راح أحاول أني المنطقة مالتكم. المهم اليوم جايين نصور مع الناس وعندنا هالأظرف هذيلة. استأنستوا أنتوا على الفيديو الأخير وعجبتكم الفكرة وايد فقلت بسوي نفس هالفكرة بس تحديات شوي مختلفة وغير وأسئلة هم مختلفة وغير. فخلنا نشوف رأي الناس بالموضوع. المهم يلا let's go خلنا نبلش. أوكي معانا اسمك محمد. ونعم ونعم محمد. اليوم عندنا تحدي تختار واحد من هالأظرف واللي يطلع لك لازم تسويه أو تجاوب عليه. إذا سؤال أنتوا حظك. أوكي حلو يلا اسحب خلنا نشوف شنو بيسحب. لا انت شو قاعد طالع ما مو احنا من هنا مكتوب الكلام. يلا مصداقيه بقناتنا. زين قول لي كم رصيدك في البنك؟ هل تجرؤ تقول لي كم رصيدك في البنك ولا لا؟ قول اي صدق ما اكذب. لا صدق واذا توريني بعد يكون احسن يعني للمصداقيه. احنا الا المصداقيه. ولا دينار نص كاش. زين شيء ما في. وين سويت فيهم؟ قطيت والله. على شنو؟ تدري شنو الغلطه؟ ان تمشي وتقط. على شنو؟ وبعدين تحسف وانت قطيت. شنو اخر شيء شريت؟ اخر شيء شريته القاري اللي وراك. القاري وراك بس يسوى. يسوى عليك بالعافيه حبيبي. الله يعافيك يا حبيبي. اوكي معنا اسمك يوسف. ونعم ونعم ابو يعقوب. عندنا تحدي تختار واحد من الأظرف واللي يطلع لك لازم تسويه أو تجاوب عليه. أوكي بس أكي تسويه تصمل لو شنو. أوكي يلا حسافة لو كتبت شيء وايد قوي. زين يلا اقرأ. صوب ثاني لا ورا كاتب على ظهر هذا. أوكي يلا اقرأ. منو أكثر مشهور ما تحبه وليش؟ أوكي لا زين. بصراحة منو أكثر مشهور ما تبلع بالكويت أو بالخليج؟ بالكويت اي خليج بقول انا ويلك. اكيد في واحد ما تحبه ما تبغى. هو مثل دايلر. دايلر إيه؟ ليش ما تحبه؟ ما ينبلع. والله ما ينبلع. في سوى شيء انت ما تحبه ولا بس شيء ما ينبلع؟ ما اقدر اقول صراحه. اوكي زين اكثر مشهور تحبه؟ خلاص نبلش بالحب. بالحب انت. سعيد يا ربع. لا صدق غيري. غيرك؟ بلام. منو؟ بلام. ولا مشان بلام؟ ايه. ولا حسن بلام؟ لا حسن بلام. حسن بلام اوكي اوكي تمام. ليش تحبه زين؟ شنو يضحك؟ تحب مسرحيات يعني؟ ايه اقوى مسرحية حق حسن بلام شنو؟ الجاخور. تبارك الله يعطيك العافية. اوكي معنا اسمك؟ انور العيسى. محمد. ونعم ونعم. الربع عندنا هالاظرف الباجية. تسحبون ظرف اللي يطلع اذا سؤال او تحدي لازم تسوونه او تجاوبون عليه. اوكي؟ اوكي. يلا منو يبي يسحب انت ولا هو؟ اقرا. اوكي سهل. لو خيروك تتزوج لكن مو من ديرتك واي دوله راح تختار؟ حلو. او شيء مو متزوج؟ مو متزوج. حلو. الحين لو يخيرونك تتزوج لكن مو كويتيه وين راح تختار؟ فكر. وليش اذا في سبب؟ سعوديه. ليش؟ ما ادري. ملتزمين ومحافظين. ملتزمين ومحافظين. زين وانت؟ نفسه كنت بقول سعودية. أقرب شيء لنا. زين ليش؟ أحسهم نفس الشيء يعني تقريبا يعني قراب بالعادات وهالأمور هذه. نفس وإذا مو سعودية غير سعودية في مكان ثاني؟ لا طالعني يعني. لا طالع. مو اللي جابه بويها مكتوبة. أنت راح تتزوجها. آه والله فكر. كن لبنان. لبنان ليش؟ رحت قبل هناك ترى تقريبا نفسه بس في أفريقيا يعني لبنان. إذا مو سعودية لبنان يمكن. أوكي وأنت؟ أنا ممكن الإمارات. الإمارات ليش؟ ما أدري اللهجة متشابهة. إيه يعني العادة أنت تبي شيء عادات قريبة. إيه ما أبي يصير فرق وايد. تمام حياكم الله. طبعًا يا جماعة قاعدين نصور وإن شاء الله الحين نكمل بعد بنصور مع ناس تانيين. لكن يا جماعة إذا أنتم مشتركين اشتركوا
الناس اللي يشوفون اكثر من اللي مشتركين. ما يصير كذي، اذا انت مو مشترك اشترك، واذا انت مشترك روح فر على تليفونات البيت اللي عندكم، اخوك ابوك امك ابوك سايقكم اي احد، اخذ تليفونه وطق اشتراك، خلنا نوصل 300,000 مشترك باقرب وقت. نبي نوصل قبل يخلص شهر 4 يا جماعه. الله الله عاش فيكم. المهم يلا روح نكمل، لكن قبل نكمل المنتج العجيب من ستيك كل اللي قلت لكم عنه قبل فيديو، وين هالشيء هذا خلاص صار ادمان يا جماعه. قبل ابلش فيديوهات او عندي ميتنج ولا انترفيو ولا شيء مهم وما ابي اتاكد ان ريحه حجي حلوه، رشة كذي وامور خالصه فرش، تحس انك قاعد تاكل ثلج. ما ادري شلون اشرح لكم بس وايد نار وايد قوي، وفي منه وايد نكات يا جماعه. ترى المنتج هم موجود بصيدليه الهاجري، يعني مو بس بترولي وبوتس، هم موجود هني تقدرون تحصلون. اوكي لما تدشون صيدليه الهاجري غالبا 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 عند الكاشير تحصلون، وعلى حظي حصلت كل النكات حتى الرقي والفراوله موجودين. لما انا ما جربتهم لكن هذيله من اكثر النكات اللي يمدحونهم، فشكلي باخذ لي الرقي والفراوله نجربهم اليوم. يعطيهم العافيه ستيك كل، مسوي لكم مسابقه ثانيه على 100 دينار، والحين بقول لكم السؤال. السؤال يقول في اي دوله تم انتاج منتج ستيك كل؟ روحوا جاوبوا بكاتوا بالانستغرام وان شاء الله فالكم الفوز بال 100 دينار. المهم يلا خلينا نكمل. اوكي معنا اسمك؟ محمد ناصر. سليمان احمد. ونعم ونعم الربع، عندنا ثلاث اضرب في الباجه، اختار واحد واللي يطلع لازم تسوونه او تجاوبون عليه، انتم حظكم. يلا من بيختار؟ يلا اقرا. دق على امك او ابوك وقول لهم اني اكلم واحده ما لها شنو؟ وما لها صاحو شنو؟ شو؟ انا خطي بطقه. دق على امك او ابوك وقول لهم اني اكلم واحده واهلها طاحوا علينا وابوها معصب ويبي يكلمك. لا ما اسوي. سوها. لا والله ما اقدر. ليش؟ ما راح اقدر، راح اروح فيها. ما عادي بعدين يقولون مقلب. تهجر انت، لازم الحين طلعت فيديو لازم. ليش؟ لا لا قول لهم، قول لهم فيديو. ظرف ثاني. يلا يلا عشان بنسوي اكسبشن. هذا بطل. يطلع اخيس الحين. لا والله لازم تغني لمده 10 ثواني. اوكي غني. يلا يلا. شنو الاغنيه اللي غنيها؟ على ذوقك. يصدمني يطلع صوته حلو. لازم حبيبي انت معاه بعكس صوتي. هو يغني وياي بعد؟ لا انت بتغني، انت بتغني بعد، انت بتغني. اه حلو. يلا يلا غني اغنيه. يلا. انا كل ما نويت انساك لك الذكرى ترجعني، ترى انا الحين انا احبك واشوفك لين يوم الدين. الله 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 الله. دورك. لا والله دورك. تفهم الحلال انت فزت. يلا شغلني 10 ثواني اللي تبي. قرب شوي. لا والله صوتي لا كلش والله. احنا ما نبي صوت حلو. يلا اي شيء اي شيء عطى. يلا 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 يلا. ايوه ايوه حلو حلو. تكفى بس والله. خوش اغنيه والله بس تكفى بالحلال. عطى عطى عطى. لا والله صوتي كلش لازم لازم قدها. وبقى الله خليه يطلع. لا لا لا. اطلع لفوق. احساس احساس نبي احساس. وبقابلني لو ثاني ثاني بس كافي كافي. خمس ثواني على الاقل. يلا خمس ثواني نعطيك وياك. احساس احساس. تخيل انك حزين، تخيل انك قارب روحك. مشكلة محافظة. يلا يبقى قابلني لو حد استحمل طبعك أكثر من يومين. الله حافظها بس. يلا عطى أكثر من يومين. وابقى قابلني لو يلا خلاص يعطيك العافية. أوكي اسمك؟ سعد عبد العزيز. ونعم ونعم الربع آخر ظرفين، اختاروا واحد اللي يطلع لازم تسوونه أو يجاوبون عليه. يلا اقرأ. قول لي اكبر كذبه كذبتها على اهلك. اكبر كذبه كذبتها على اهلك بكل صراحه، واذا للحين ما يدرون عنها يكون افضل يعني. فكر. ما اذكر ولا كذبه كذبتها على اهلك. لا ما كذبه. اكيد اكيد ولا كذبه. زين والله شوي في كذبه. اي قول. سرقت السياره. زين سياره منو؟ سياره الوالد. سياره الوالد دعمت عليها. دعمت شنو؟ دعمت شبه شبه. دخلت كذي على طول. زين صفطت في البيت. حطيت الاغراض قدام السياره. كان اروح اقعد الوالد، قلت له في واحد مكسر السياره بنحاش. للحين ما يدري؟ للحين ما يدري. شو اسمه ابوك؟ ابو محمد. ابو محمد ان شاء الله تشوف الفيديو، وهذا اخر فيديو راح تطلع شكله بالحياه. زين ايش سوى ابوك بعد؟ دق اول شيء طبعا المخفر، لقى المخفر، جو المخفر شافه هذا. والمتهم بالبيت يمه. المتهم تحت السياره قاعد. زين
والله عد عدت مشت ايه مشت قال خلاص خلها صلحها وانت مشت انت الموضوع ايه يلا ان شاء الله الحين بيدري خلاص الحين بيصير الجلد يلا ما له تمام يعطيك العافيه الله يعافيك شوف عيل انت دام ما جاوبت لازم راح نعطيك سؤال ثاني لازم تغني 10 ثواني الشباب يقولون صوتك حلو ما قالوا بس يلا والله صوت مهم انت تو ما قلت لنا كذب الحين لازم تقول ماكو هم بس هذا هذا وهذا صوتي خايس عادي قبل شوي غنوا لازم تغني 10 ثواني اي شيء اي شيء انا صوتي خايس ما حتى انا صوتي اخس والله غن غن عطى لا تحاتي الحياه مره والله غن سؤال ضد سؤال قول لي قصيده قصيده عطني شيء له قصيده انشوده بيبي شارك اي شيء قصيده والله عطنا قصيده يلا ها ما اقول قصيده يلا ودي عقيل اقول حق ناصر قول قول مو حافظ والله ربعكم يا الربع شنو هذا زي شو يلا واي قول لي اكثر مشهور تكرهه دابلوش ليش ها ليش يعطينا اسئله محرجه لا غيري 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 اكثر مشهور خليجي تكرهه بكل صراحه بدون أجوبة دبلوماسية شوف صاحبنا هني قال وفلص وشكله ما يحرد البيت اليوم فهد عرادي ليش ما أدري مصر رابعة لي ما تحب شيء ما أحب شيء زي أكثر مشهور تحبه غيري أكثر مشهور عرفتوني منو واحد مشهور منو هذا أكثر واحد تحبه منو أنت معاه هو أكثر مشهور أحبه محسن نصار ليش أدري إنه أدري بطريقة كلامه كذي. أوكي يعني أكثر واحد تكرهه فهد العرادي أكثر واحد تحبه النصار. تمام تمام. الله. أوكي معنا اسمك. فايز. ونعم فايز. آخر سؤال أو تحدي من نصيبك تسوي؟ سوي. أوكي شباب قبل شوي ما قدروا يسوونه موجودين هناك. إن شاء الله تقدر تسوي. اقرأ. دق على أمك أو أبوك وقول لهم إني أكلم واحدة وأمها طاحوا علي. وأهلها طاحوا علي. وابوها معصب ويبي يكلم ايوه تسويها انت شكلك شيطان وتكلم يمين يسار اشوف قلوب توا بالكونتاكت ليست وايد الحين يهدونا على طول كله الو 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 بدر شلونك ها بدر شلونك اه ايش تبي بدر تكفى ابيك تجي لي الحين وين الحين تعال تعال عند العقيله تي ورا موعد وحده وابوها طاح علي شنو شنو؟ ام واحد وحده ابوها طاح علي تكفى بدور تعال امي ما ترد ابوي ما يرد اه وين تايصل؟ شارع ورا الشارع اللي ورا زين ايش تبي الحاش؟ كله شلي انهاش زي ابوهم قدام ولا قاعد تستعبط؟ ابوها قدامك؟ ابوها قدامي داقع الدوريه الحين قال لي يب ابوك اي احد دزيت عليه قلت له ابوي متوفي استعبط ها ما راح تخلص بسؤال لا 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 تدق على ابوي كلش لا تدق عليه بدور والله يذبحني لا خلاص وخر عنه اذن وخر عنه ماسكني ماسكني مغفر يا عين مغفر يا عين الحين على الحاله لهني وصلنا نهاية هذا الفيديو أتمنى هذا الفيديو يعجبكم إذا عجبكم يا جماعة لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتنسخون رابط دزونا حق ربعكم ساعدونا نوصل 300,000 مشترك ساعدوا قناتنا أن تكبر وتكون إن شاء الله من أكبر القنوات في اليوتيوب بالكويت إن شاء الله بالخليج وبعد إن شاء الله بالعرب ويمكن بالعالم هذا كله بدعمكم أنتوا لو كل واحد فيكم ينسخ رابط دز حق ربعه وكل واحد من ربعه يضيف ويدز حق واحد من ربعه راح نوصل لعدد يخرع فترة وايد قصيرة وهذا كله بيدكم أنتوا فساعدونا نوصل ونكمل بهذا الشيء ونوصل لأعلى شيء إن شاء الله نقدر عليه في اليوتيوب بإذن الله المهم as always stay positive use this and smile bye